أمر من الرئاسة أنت تروح تستلم دائرة الضرائب. صدر لي أمر شفتها خريبة. أثناء خطابه قال إضافة إلى ذلك لا نقبل أن يحكم العراق ملك مستورد. ما معقولة بريطانيا العظمى تصير تبع إلى أمريكا. أنا أوصي الشعب العراقي ما حد يفكر هذا سني وهذا شيعي. فرضوا عليهم أن يصادقون على معاهدة بورتسموث. إجا مرسوم جمهوري، أنا تنكرت وافتريت على كل دوائر الضريبة بالعراق من الموصل إلى الفاو.